عليكم. اليوم غادي نشوفوا التتمة ديال الدرس ديال لا فوا اكتيف اي لا فوا باسيف في الغرامير، صفحة 161. نبداو بالسؤال الاول. جو مونترين، سوليني لي فراز ا لا فوا باسيف. طلبوا منا اننا نسطروا على لي فراز اللي كاينه في لا فوا باسيف. وكي شفنا في الدرس وفي لا ريغل، وان لا فوا لي فراز اللي كيكونوا في لا فوا باسيف توجور كيكون عندهم بار، وكيكون وماشي لو سوجي هو اللي كيدير لاكسيون. و بطريقه بسيطه غير الا شفتو فيهم بار، اذا راهم فوا باسيف. كيكونوا حالات استثنائيه، ولكن ما عندكمش في هاد السنه ان شاء الله، غادي تشوفوهم في السنوات القادمه ان شاء الله. ما كيكونش فيهم بار، وكيكون فيه وكتكون لا فراز على فوا باسيف. نبداو. La plage est nettoyée. لاحظوا معايا هنا لا بلاج، الشاطئ نظيفة. الشاطئ نظف، يعني ماشي لو سيجي هو اللي دار لاكسيون، ما قلناش لا بلاج هو اللي نظف، بل نظيف يعني تنظف من طرف سي زيتيديون، يعني هذا الشاطئ هذا تم تنظيفه من طرف الطلبة او التلاميذ. هنا كيبان لينا الفرق ما بين الباسيف والاكتيف. الاكتيف العكس، غيكون عندنا لي زيتيديون هما اللي نظفوا لينا هاد لا بلاج، لي زيتيديون يكونوا هما الاولين. هنا وقع العكس، لي زيتيديون ولاو كومبليمونتاج. الوغ لا فراز اي نيتواي بار سي زيتيديون، هادي فراز باسيف. سطرو عليها. ندوزو الجمله الثانيه. ليستواغ دو ماروك اي ايكري بار دو نومبرو هيستوريان، يعني التاريخ ديال المغرب تم كتابته من طرف دو نومبرو هيستوريان. هنا عاوتاني السوجي هو هذا، ولكن ولا في الباسيف ولا كومبليمونتاج، وها هي بار. اذا حتى هاد لافراز هادي فهي في الباسيف. لا بوليسيون ا ديتروي لي بيزاج. لاحظوا معايا هنا تبدلت الفرق، كاينه فرق ما بين هادي وهادي. لا بوليسيون التلوث كيدمر لنا البيزاج ومن المناظر الطبيعيه او المناظر الجميله. كون كانت فوا باسيف غادي يكون لانفيرس، غيكون لي بيزاج اي ديتروي بار لا بوليسيون. الا بغينا نقلبوا هاد لافراز نديرو هادي الاولى، الا بغينا نرجعوها باسيف غادي تولي عندنا لي بيزاج اي لوكسيليير ات اي ديتروي بار لا بوليسيون. Tu vois, Namor, la radio et la télévision annoncent la fin du Covid-19. Kadalikena, ad la phrase machi, fil passive. L'émission Tous contre le coronavirus est suivie par beaucoup de téléspectateurs. Ayep. Souligné, ouhta, ad la phrase. Nchoufou, soual tani. Ces phrases sont à la voix active. Écris-les à la voix passive. Alors, هاد الجمل هادو عندنا في la voix active. حنا خصنا نرجعهم بحال هادو فيهم par. نرجعهم à la voix passive. Le journaliste annonce la bonne nouvelle. يعني الصحافة، الصحفي يعلن لينا واحد جديد. حنا إلا بغينا نرجعوها passive خصنا ندخلو فيها هذيك par. وهاد la bonne nouvelle خصها تولي هي الأولى. وهاد لو جورناليست يولي هو كومبليمونتاج. الو تبعوا معايا باش تجيكم مراحل سهله. هنا ناخذ هاد لا بون نوفيل ونديرها هي الاولى. الو ها المرحله الاولى حيت هزيت هادي هاد كومبليمون حطيته هو الاول. دابا غندوز للفير. الفير غادي ناخذ لوكسيليير اتر اي انونسي. انونسي علاش زدت هاد الاود الفيمينا لحقاش لا بون اي انونسي. دابا هاد باغ لو جورناليست فوالا.
لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف ساهل، فقط خاص شويه ديال التدقيق وشويه ديال الانتباه. نمر لا فراز الثانيه، لي زاسوسياسيون بروتيج لي زورفيلين. دائما ناخد هاد كومبليمون لي زورفيلين، باردون ما كاينش هنا اكسون، لي زورفيلين ناخد الفيرب سون. علاش هنا درت اي وهنا درت سون؟ لحقاش هنا البلوريال سون بروتيجي. سون بروتيج او بيان لا باردون، هنا لوكسيليير اتر سون بروتيجي اس. هنا في الاخر كاين او اكسون اس بار لي زاسوسياسيون. فوال لي بارون ايدوك لي زانفون. Les enfants sont éduqués par les parents. Les enfants lisent des bandes dessinées. Des bandes dessinées. Des bandes dessinées sont lues par les enfants. Voilà. Alors, nous cumulons. D'abord, je m'évalue. écris ces phrases à la voix active. Alors l'axe ديال هادو هما عطينا هاد لا فراز هادي، حنا خصنا نرجعو هاد لا فراز هادي. عطينا هما فراز باسيف باردون، خصنا نرجعوها هنا اكتيف. سو بروجي اي رياليزي بار سو بروفيسور. هنا عندنا بار، اذا خصنا نبداو حنا سو بروفيسور لانه هو اللي كان سوجي في لا فوا اكتيف. سو professeur ce professeur réalise le verbe ce projet بكل بساطة. Cette école est construite par des bénévoles. Ah, tiens, nous avons complément d'agent. Des construisent. ردوا البال مع الفيرب هنا البلوريال، يعني كونستخويز سيت ايكول. ردوا البال مع الفيرب واش بلوريال ولا سانجولي، واش غيتصرف في البلوريال ولا في سانجولي. سي كوبابل سون اريت بار لا بوليس. لا بوليس arrête ses coupables
Le défi est relevé par tous les habitants du quartier. Tous les habitants du quartier. Tous les habitants du quartier. Les habitants du quartier relèvent le défi. Écris deux phrases à la voix active et une phrase à la voix passive. Yani ندير la voix active. هذه هي la voix active. هذه الجملة اللي درناها حنا اليوم. دابا رجعنا la voix active. إذا ما فيهاش بار. C'est-à-dire que le sujet هو اللي كيدير l'action. نديرو مثلا notre équipe gagne la coupe. Ou bien dire le Maroc gagne la coupe. منتخب المغربي فاز بالكأس. نشوفو شي فراز واحدة أخرى. Par exemple, les élèves رجع للسطر كاع لي ندير الفراز الثانية في السطر الثاني. لي زيليف فون لور اكزارسيس. يعني التلاميذ داروا التمارين ديالهم. هذه فوا اكتيف. باش ما تدوخوش فوا اكتيف. ندوزو فوا باسيف. لي ميسيون est réalisé l'émission est réalisée par ce journaliste. Et voilà. وهكذا نكون قد أتممنا حصة اليوم. ما تنساوش تدعمونا وديروا اشتراك وجيم الفيديو باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم. بالتوفيق للجميع.